بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بالشيخ الجليل محمد أحمد حسن. مرحبا بك يا شيخنا. الله يبارك فيك، أهلا وسهلا. نعم، نرحب بمشاهدينا الأعزاء من خلال هذه الحلقة الجديدة في هذا البرنامج. وفي بداية هذه الحلقة أود أن أنوه وأنبه السادة المشاهدين الذين يريدون الاتصال علينا على أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة بأن الاتصال يجب أن يكون مختصرا وسريعا جدا، ويجب أنه المشاهد يستمع لنا عن طريق التلفون وليس عن طريق التلفزيون لكسب الزمن، ويعني الاستفادة من فارق الزمن الذي اتصل من خلاله الأسئلة أو تكون عملية اتصال بين وبين مشاهدينا الأعزاء. أنا برحب بك من جديد شيخ محمد أحمد حسن. جزاك الله خير. وأرحب بكل مشاهدينا من جديد. نحن يمكن يكون الحديث يتواصل عن هذا الشهر الكريم وعن فضله وعن يعني أفضال كثيرة جدا يعني يكسب الإنسان في هذا الشهر الفضيل. نحن نتعلم في كل يوم درس جديد من دروس الإسلام. نعم. والتي يعني فيها الخير كثير جدا لهذه الأمة. أيوة. تحدث القرآن الكريم شيخنا عن الحور العين. أيوة. صحيح. والحور العين يعني تفاسير كثيرة جدا عن الحور العين. أيوة أيوة. دارين نعرف نحن مصير يعني بنات حواء. أيوة. في الآخرة، وما هي حقيقة الحور العين؟ نعم نعم. بسم الله، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحور العين دي النسوان ربنا خلقهم في الجنة زوجات للمؤمنين. نعم. قال تعالى وكذلك وزوجناهم بحور عين، وجاء وصفهم في القرآن قال تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، وفي سورة الرحمن قال تعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. يعني في الفرش المرتبة السمح دي في زوجات قاصرات الطرف، يعني قصر الطرف على زوجها، ما بترى في الجنة أسمح ولا أجمل ولا أحب إليها من زوجها. لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، يعني الزوجات ديل من الحور العين ما اتزوجن بني آدم ولا مساهن جن، فتواد جداد لن ربنا خلقهم في الجنة زوجات للمؤمنين. قال تعالى وكذلك وزوجناهم بحور عين. نجي لبنات حواء. بنات حواء ديل اللي آمنن عملنا الصالحات، وحدنا الله، عبدنا الله، أخلص عبادة الله، تاب توبة نصوح من الذنوب، الذنوب اللي وقعت في أخواتنا النساء، الغيبة والنميمة وقطعة الرحم، تاب من ديل وأدن فرائض يدخلن الجنة ويبقن أجمل من جمال الحور العين. ولذلك عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين. قلت وبما ذاك يا رسول الله؟ قال بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن لله عز وجل، ألبس الله وجوههن النور وأجسادهن الحرير بيض الألوان خضر الثياب صفر الحلي مجامرهن الدر وأمشاطهن الذهب. ده كل لبنات حواء. يبقى بتحوى دي تدخل الجنة وتبقى أجمل من جمال الحور العين. وبعدين كين زول كم يتزوج في الدنيا، دخل الجنة وزوجته دخلت الجنة، ربنا تاني يجمع بينه وبين زوجته في الجنة سوا. ويبقى الزوج بني الرجل من بني آدم المؤمن من بني آدم لما يدخل الجنة يكون عنده عدد من زوجات الحور العين وعدد من بنات حواء، عنده عدد من ديل وعدد من ديل. وبعدك ما هناك ما في غيرة زي الدنيا، الزلم الزوجي لثلاثة نسوان يشاكلين كل يوم. هناك ربنا قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يبقى زوجات الرجل من بنات حواء من الحور العين يعيشن عسل ولبن مع بعض، ما في شكل بنات ولاش أهدي ديل البنات حواء والحور العين.
يبقى بتحول تدخل الجنة تبقى أجمل من جمال الحور العين. والسبب عرفنا في الحديث إن ديك ربنا خلق في الجنة ودي دخلت الجنة بإيمان وطاعة لله تبقى أجمل من ديك وأحب إلى الله وأحب إلى زوجة من ديك. نعم. يا دين الحور العين. نعم نأخذ أول تلفون. مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام يا مازن. الله يخليك. مرحب. أكلم الشيخ لو سمحت. نعم تفضل. أولا أنا عندي سؤالين لسعادة الشيخ. نعم. أول حاجة أنا كان يعني نظرت في موضوع إنه أصوم فيه شهر إذا حصل. كويس. فالآن يعني ما متذكر أنا كان نظرت على إنه أصوم الشهر ده متتالي ولا أيام متفرقة. أيوة. ده السؤال الأول. كويس. والسؤال الثاني إذا كان عندي يوم أنا فطرت فيه في رمضان بمرض يعني بعذر شرعي يعني. سامع. وعندي النذر بصوم الأول يا طول النذر ولا الوضع حق اليوم ولا ما كلام سامع. كويس. شكرا يا مازن. هنا طبعا أخونا نذر إنه إذا ربنا حقق لي كده أصوم شهر. لكن ما متذكر هل شهر متواصل ولا بأيام في الرقان. يبقى عندك الخيار ما دام شكيتة. عندك الخيار دار تصوم وتواصل ماشي دار تصوم تفصوم يوم وتفطر يوم تصوم يومين بس المهم العدد الشهر 30 يوم والشهر 29 يوم لو صمت 29 يوم وفيت بنذرك صمت 30 يوم وفيت بنذرك صمتين وراء بعض كده 30 يوم ماشي وصمت مفرقات في الأسبوع تصوم يومين ثلاثة لغات ما يجيون لتكون 30 برضو ماشي لأنه ما متذكر هو حدد ياته. نعم. طيب الزول لو ما صام النذر عليه كفارة؟ طبعا هنا ده إذا ما صام وجب النذر ده ما فرض هو أوجب عليه نفسه يبقى فرض عليه لازم يصوم. لكن فرضنا الزول بالغ يعني مثلا زي أخونا ده قال مثلا واحد قال لأنه يا ربي لو حققت لي كده أصوم لي 6 شهور ورا بعضي بعدك ربنا حقق لي ويقعد يجرس أخونا 6 شهور كتراد علي وأنا ما بقدر وما أعرف شنو قام يجرس يقول يعني له خلاص قلت الروب قال الروب خلاص في الحالة دي تطعم لك 10 مساكين بدل الصيام والرسول عليه الصلاة والسلام قال من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين لا يطيقه معناته يقدر يصوم لكن بمشقة شديدة جدا يبقى ينتقل لكفارة اليمين. هسه أخونا ده لو قال الروب ممكن ينتقل لكفارة اليمين لكن ما قال الروب ما قال. طيب هو قال عنده سؤال عنده قال الفطر بعذر يوم واحد هل يصوم أولا النذر ولا يصوم القضاء؟ الاثنين فرض قضاء من رمضان فرض وصيام النذر فرض ولكن قضاء رمضان يوم واحد يصوم القضاء بعد ذلك يصوم النذر. نعم هاي. معنا تلفون ثاني. مرحب يا مرحب. ألو مرحب. يا مبارك مرحب. يا مرحبا الله يخليك. مرحبا الله يبارك شيخنا ازيك. الله يبارك فيك. كيف عمل الله يخليك. الحمد لله. تفضل. طيب انا مثلا انه ممكن اجاني بعد السحور الصباح اي نعم برجع حاجه في حلوهم بترجع وتطلع ده أي ده اسمه الحرقان أو نقول عليه المر أي ده طبعا المعدة زي ما تقول تطلع حاجات الحموضة وترجع الحكاية ده طبعا من الحلو اللي تحي أي كويس نرد عليه. عندك سؤال تاني؟ شكرا لك الله سامع. طبعا دائما الزول لما ياكل ويرقد او ياكل اكل في غير مواعيده تقوم المعده تطلع شيء من الاكل يجي في الحلق ويروح راجع واحدين يسموه الحرقان واحدين يسموه المر اي طبعا ده ما بيبطل الصيام طالما انه ما وصل الخشم حتى ولو وصل الخشم والزول خاج وتفنه ما عليه شيء مصمص خشمه عشان الحموضة جات في الخشم دي تضيع ما في عليه شيء لكن هو غالبا ما بيوصل الخشم من الحنج القصبة دي ويروح راجع من القصبة يروح راجع ما بيعمل حاجة هاي صيام صحيح إن شاء الله. طيب برضو في سؤال عن التيمم التيمم الصحيح أغلب الناس يعني مرات ما بيتيمموا تيمم صحيح يا ريت لو شرحت لنا مسألة التيمم الصحيح ومتين هدات التيمم ده يجزي أيوة. عن رفع الحدث الأكبر التيمم طهارة ترابية بديلة عن الماء وعندها سببين السبب الأول عدم الماء السبب الثاني عدم القدرة على استعمال الماء وقالوا يكون السبب الأول عدم الماء الزول يكون في منطقة على بعد 2 كيلومتر ما في موية
يبقى ده نقول له انت فاقد الماء تتيمم، لكن الموي اقل من 2 كيلو متر يقدر يمشي له، هو امن على نفسه وعلى ماله ويجيبه يمشي. هذا السبب الاول. السبب الثاني عدم القدره على استعمال الماء. زول انتو في عندي وقف في حادث حركه، مجرح بيجاي، جرح بيجاي، مجرح كثير، مربط اللي جبس بيجاي، مربط اللي بيجاي، دكتور ما نوع من الحمام. ويبقى دي في الحاله دي حصلت لي جنابه يتيمم. الجنابه التيمم يرفع الحدث الاكبر والاصغر. الحدث الاكبر الجنابه، الاصغر اللي هو الوضوء. يبقى يتيمم لغايه الدكتور ما يدي الاذن يستحمى. اما اذا كان عضو يعني في ايده مثلا في كسر مجبسين عليه، يغسل الاعضاء السليمه ويمسح على العضو الجريح، واذا مجبس يمسح فوق الجبس، واذا في شاش يمسح فوق الشاش. ده التيمم. فرضنا زول عملوا له مشى مستشفى العيون، عملوا له شالوا له مويه زرقاء، والدكتور حذر قال له 15 يوم وشك ده ما تغسله. هنا العلماء قالوا الوش هو سيد الاعضاء، تابع للاعضاء كلها تابعه للوش. الزول ده يتيمم لغايه الدكتور ما يدي الاذن بغسيل الوش. اي وحنجي نجاوب على السؤال ونجي نشرح. ناخذ عبد الرحيم من شندي ونرجع ثاني. الو مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حضرتك الشيخ ان شاء الله؟ مرحبا تفضل. انا من اسره متكونه من 6 بنات وثلاثه اولاد. ما شاء الله. نعم. وتوفى والدنا يمكن حكت على 10 سنوات. نعم. اي بعدين الاسره الحمد لله الورثه موجوده وتحت اداره نحن الاولاد. وعندنا اخونا توفى قبل 2 سنين ونص. كويس. والورثات الحمد لله موجودة وفي فينا نحن بين نحن الاثنين الاخوان. ايوه. ولا الحمد لله يعني امور ماشية كويس، اخواتنا بنقسمنا يعني الحاجة اللي بتطلع من الورثة بنقسم عليهم ومتراجعات عننا، ونحن مالنا يعني حاولنا نقسم الورثة دي، لكن في الرافضات انه تتقسم. ايوه. خلوه على وضعه القديم. ايوه. دارين نعرف شغلنا بنصرف يعني من المصاريف في الورثة هنا. ايوه. ويعني ما محددين حاجة يعني، لكن الحاجة اللي بتطلع دي بنسجلها يعني برانا بيناتنا. بتقسموها بيناتكم؟ نعم. اي نعم. لا خلاص. بتقسموها بطريقة الورثة ولا بطريقة كذول كذا ساكت بالتساوي؟ والله بتتقسم يعني اخوي الاكبر، انا اخوي الاكبر بيقسم يعني الحاجة اللي بتطلع يعني البيت الولد بياخذ كومين والبيت كوم، ولا بالتساوي قاعد توزعوها؟ والله بنقسم حاجة كذا وبنسجلها، يعني النصيب اللي بياخذ بنسجل. اي لا خلاص. والدتكم حي؟ والدتكم حي؟ موجودة. نعم حي. أي لا خلاص كويس. سؤال ثاني. سؤال ثاني شو تفضل. في يعني أنا بكون يعني الواحد في الدورة بعد ما أطلع من الدورة. أي. وبكون متأكد إنه يعني ما في حاجة طلع، لكن بعد في الصلاة مثلا بشعر بإنه مرات بتن يعني بشعر بنقطة بولتين ولا حاجة، يعني بكون متأكد إنه قياسي تام يعني بعد ما سمع. يمت تمام. كويس. بلا شر الحته دي ان شاء الله. نعم. سؤال ثالث يا شيخ معلش. نعم تفضل. عندنا زوجتي طلعت لها كفاره وطلعناها لزول، وزول يعني بعد ما طلعتها عرفت ان زول ده ما بيصلي. ما بيصلي. الكفاره دي حقت انها ما قعدت تصوم. لا كان عندها اي نعم عندها كان عذر كذا وقامت. جاء رمضان هس عليها وقلت عندها كفاره، طلعت لها كفاره، لكن كفاره 30 يوم هي ما صامت يعني؟ لا لا عندها ايام معينه. ايام واحده. طيب نعم. الايام دي ما تقضيها تطلع لها الكفاره، هي نصيحه ولا عيانه؟ اللي هي يعني الفتره الفاتت دي كان عندها ظرف انه ما تقدر صامت تحدي رمضان يعني لا ما هم سؤالي عشان نحن الكفاره دي ما بتجزي للزول اللي بيقدر يصوم، هي أيوة. بتقدر تصوم تقضي ولا ما بتقدر؟ نعم. تقدر تقضي حتى حاليا؟ لا حتى في المستقبل تقدر تقضي؟ نعم. يعني ما عندها مرض مزمن؟ لا لا ما عندها. خلاص هي تقضي الكفاره دي. معليش يا اخي الكفاره. نعم. دي للزول البعيد عنك عنده سكر من نوع الثقيل والدكتور مانع من الصيام، عنده. نعم. كلى والدكتور مانع من الصيام. زول كبير وصل 80 90 سنه الصيام بيتعبه. نعم. ديل يفطر وطلع لهم الكفاره اللي هي الفديه، لكن زوجتك دي اذا نصيحه وفطرت بعذر تي تقضي. نعم. اي تقضي بعد رمضان يعني؟ اي تقضي بعد رمضان ما بيصغر، بقى 20 سنه
واحد اتذكر قال لي 20 سنه عنده 5 يوم ما صمتين، نقول لي تقضيهن هسه. هاي كثر خير منك. الله يبارك. نشوف باقي الاسئله بتاعته. هو ذاته سؤال، هو ذاته في حالتين انه هو زول عليه كفاره وادى لزول ما بصلي مثلا. طبعا ما دام مسلم بس ننصحه، هو الاولى ندال زول بيصلي، لكن زول ده برضه طبعا زول منطق بالشهادتين ننصحه نقول له يا اخي تصلي وكذا وهناي ننصحه ندي. طيب بالنسبه للشغل بتاع الورث بتاعتهم دي، هاي شغل الورث بتاعهم ده، قال ابوهم مات وترك ورثه لكن ما وزعوها، لكن بيقسموا العايد اللي بيطلع بيقسموه بيناتهم الاخوان والاخوات واللوم حيه. لكن النصيحه إنه ما دام الأب هو صاحب المال ومات، نحن طوالي بعد وفاة الوالد نجي نمسك ورقة وقلم ونقوم نشوف نحصر التركة ونقوم نقسمها نحن حيين في الورقة، وكل زول نسلم صورة. يعني مثلا أنت فلان الفلان الأخو عندك مقدار كده من البيت، مترين 3 أمتار، الوالدة عندها كده، المبلغ الموجود عنده كده، نوزعه ويكون موجود في الورقة موجود وخلاص. بعد كده إن بقينا قلنا ما دام أمنا حي البيت ده ما بنبيعه ومن ساكن فيه وفيه أخوان قصر، أن إحنا كلنا متنازلين أخواننا دي لغاية ما يكبر وبعدين نجي نبيع البيت، ما في مانع، لكن على شرط إن إحنا نوزع الورثة بالورق. وأما التطبيق الفعلي لغاية ما أمنا إن شاء الله بحسن الخاتمة إذا كانت ساكنة في البيت. طيب لكن لازم نأسس الكلام ده ليه؟ لأنه طالت المدة، واحد من الولاد مات، واحد من كده، كل زول يعرف حقه. أنا ولادي يعرف حقي بعد يعني ما أنا أموت، يعرف حقي من تركة أبوي ده شنو. قبل زول ما يموت يعني. أي وزع. نعم قال برضو عنده نزول بول كده بعد ما يتجمع. أيوة كويس. نقول له أخونا طبعا الزول لما يدخل الحمام وبعد بالبول ما ينقطع زي الحالة بتاعتك دي، ما تستعجل تستنجى، خليك قاعدة كده زي دقيقة كده واستجمر وبعدينك استنجى وقوم أمرك من الحمام، خليك لفة كده بتاعت كم متر 3 أمتار، تعال داخل تاني أقعد استجمر واستنجى. عملت الحكاية دي إن شاء الله مرة أو المرة الثانية تاني ما بتحز بيدي، حسيتها أعمل 3 مرات، أقعد بعد البول منقطع انتظر شوي استجمر واستنجى وامر قل لك لفة، وتعال تاني استجمر واستنجى وامر قل لك لفة، ما حسيت حسيت بشي تعال شوفه. مرات يكون وسوسة، مرات تتخيل لي إنه في شي مرق، تعال اتأكد. إذا لقيت وسوسة خلاص تاني تستجمر مرتين، تستنجى مرتين بس، لقيت في شي عاملين 3 مرات إن شاء الله، بعد 3 مرات دي ما بيكون في شيء إن شاء الله. نعم. معانا من السعودية محمد أحمد، مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أنا عندي موضوع أبغى أقوله لك. عندي زوجتي طبعا متزوجة أنا 21 سنة ما شاء الله، وعندي أطفال منها ويعني بتشوف فيني زوجتي كثير، وانا الحمد لله راجل مطلق حاج يعني 10 حجات الحمد لله ما شاء الله، ومصلي وما عندي انا اي مشكله، بس بتشوف فيني كثير. اي بيت تشوف انك عندك علاقه مع واحده ثانيه يعني مش كده؟ ايوه. وفي الفتره الاخيره دي انا ضايقت يعني منها شديد، لما بتكلمني يعني عادل بتقول لي كده وبعد ترسل لي رسائل. ايوه كويس. ما عارف سامح اتصرف كيف في الحاله هذه. كويس. عندك سؤال ثاني؟ لا خلاص كويس. شكرا. اي اللي قال ان زوجته يشوف فيه زول مستقيم وحجه كذا مره، نقول للزوجه دي يا اخي الكلام ده عيب وغلط منك، زول مستقيم وحجه كذا مره تشكي فيه وما قدرت تثبت عليه انه زول ده عنده علاقه، ولزوم شنو الشكك ده؟ والحكايه عندك ولادات منه، حكايه دي ذاته ولادك بتاثروا بالحركه اللي بتعمليها دي. نرجو انك تتوبي توبه نصوحه الى الله تعالى، وتحسن الظن بزوجك، وتحافظ على ولاداتك وعلاقتك مع زوجك، ما تكتر الحركات دي. الحركات دي يعني برضو ممكن يوم من الايام زوجك دي يسهج من حركاتك الكثيره دي، ما في داعي للظنون. ربنا تبارك وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم، وخاصه العلاقه بين الزوج وزوجته لابد تكون الثقه متوفره. والزول ده ما عنده يعني 2 3 واعترف، ولكن هي ما زالت كده. يبقى نقول لبتنا دي استعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واطرد الهواء اطرد الهواجس اللي عندك دي، واحتني بولداتك وبولداتك واحتني بهم واطرد الكلام ده. ولو استمريت على الحال ده ما من صالحك ولا من صالح ولداتك. اي
ونسأل الله أنه التوفيق. وبعدك نقول للزوجة أن عشان الشيطان اللي بيجيب لك الوساوي دي تطرديه واستعيني بالله، أقرأ آية الكرسي وتحصني ومن ذكر الله إن شاء الله. نعم. وطلب أنه يعمل شنو هو خلاص ضاق. لا بس إنه. يعني أقول لأخونا كمان طول بالك أصبر، ده شيطان عنده وسوسة، وسوسته انك انت مهما شافت عليك ما في شيء، ما في شيء ثابت، برضه الشيطان يوسوس لها. بس انت طول بالك واصبر، وعشان خاطر وليداتك ديلة وربنا يعظم اجرك، لانه الحكايه دي مرضى ما مجال عندك سواء. لكن برضه نقول لاخونا وصيه، ان كل يوم بعد صلاه الصبح اقرا ايه الكرسي 3 مرات بعد صلاه المغرب، عشان الشيطان بيوسوس لها ده يطرد من البيت. نعم. إن شاء الله. نعم. طيب معنا من الخرطوم أبو بكر، مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ الله يبارك فيك. رمضان كريم. الله أكرم. والله نحن بس عندنا مشكلة صغيرة كده. نعم. نحن والدنا رجل كبير. أيوة. وكان متزوج خالتنا. كويس. وبعد ذلك خالتنا متزوج أختها، يعني اللي هي والدتنا هسه حاليا. أيوة. يعني زواج العقد زي ما بيقول زمان. نعم. أي أي. فبعد ذاك في ما جبنا واستقرينا نحن والدنا مع خالتنا اللي عنده ولد وبنت، يعني شقانا من أبونا. كويس. هم الكبار طبعاً كده. أي. فشاهد الأبدال إنه أصلاً استمرت الخطوبة دي لفترة طويلة جداً يعني. نعم. يمكن لحد بعد ما أخونا اتزوج. بعد ذاك حصلت مشاكل كده من مرت أخونا. الوالد طبعا ليه خالتكم دي مضايقات من الاخوات وكده. فالوالد المهم غضب من المساله دي، ويعني اعتبر انه والده ده ما رضاه وخلاه عشان مرته كده يعني مسائل. فالمهم عنده بيت كان في منطقه قام يعني من غضبه للولد ده قام قال يا اخي الزول ده عمره كان مده ما بيشوف يعني اخوانه ولا اخواته الصغار ديل. قام سجل البيت بتاعه لزوجته اللي هي خالتكم. اي خالتنا. ايوه. لا لا مش خالتنا، هي والدتنا نحن. والدتكم. اي انت سامي. اها. والوالد بعد ذاك توفى. ايوه. فبعد ذاك الاخوان طبعا عرفوا الاخوان الكبار عرفوا الحته دي ان البيت ده مسجل وفعلوا يعني. ايوه كويس. يمكن انقطعوا بعد ذاك خالص يعني اصلا كانوا منقطعين لكن انقطعوا نهايه. ايوه. الرد على ذلك يعني المساله دي شرعا. ايوه. بالنسبه للوالد هل هي عليهم مسؤوليه او للوالده؟ كويس. نعم. ورغم انه بس عندي اضافه صغيره، انا من نفسي قمت طلعت الجزء بتاع عندنا شقيق وشقيقه طبعا. ايوه. هديت شقيقتنا ذيك دربت حقها في ميراث البيت كم واديتها يعني. من نفسي كويس. عشان بترجع للرحم يعني. سامع. حديتها حقها لشقيقتها. كويس. من ابونا دي. ولاخونا اديته جزء. ايوه. لكن حتى الان النفوس ما طيبه، اخونا ده بالذات كمان لحد هسه يمكن مقاطعنا نهايه، نحن ساكنين في منطقه واحده لكن مقاطعنا نهايه يعني. سامع. كويس. ان شاء الله اسمع ردك يا شيخ. كويس خلاص ان شاء الله نجاوب عليه سؤالك. يبقى النصيحه طبعا المطلوبه للابو لما يكون عنده ولاد من مره ومن مره ثاني ما يخص الناس بناس. الرسول عليه الصلاه والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، وهذا يعتبر ضرر في الوصيه لانه سجل البيت لام الولاد المره الثانيه وحرم الاولاد من الام المره الاولانيه المتوفيه. وبالليلين الولد كده عاكسوا في حاجات كده وشده الغضب قام سجل البيت للزوجه الثانيه ام الاولاد الثانيه وهو اللي اخونا منهم. يبقى نقول اذا كان الوالدتك بتوافق على الكلام اللي ما شو اقوله ده، الورق بتاع البيت ده ترجع لي ابوكم. يعني امك تتنازل تقول انا التسجيل السجل وزوجي باسمي ده لغيته، اي تلغي وتقطع الورق ده خالص ويرجع البيت لابوكم، ويقوم البيت يتغيم يا الايجار بتاعه يا يتباع ويتوزع للولاد والبنات للذكر مثل حظ الانثيين. الاول حاجه الام الحي تاخذ التمن لانها هي حيه وزوجها توفى. أما المرأة الثانية اللي هي الأم هندي تأخذ التمن حقها.
بعدك الباقي داك يتقسم للولاد والبنات من المرتين من الوالدة اللي توفت ومن الوالدة الحي يتقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. بعد ما انت قمت وزحت ده أمك أخذت التمن حقها وزحت الباقي وكل زول اديته حقه بعد كده أخوانك إن شاء الله حيرجعوا يصافوكم يصالحوكم. وإذا ما رجعوا الناس الكبار العاقلين يمشوا يهرجوا مع الولاد ديل شوفوا أخوكم من خالدكم قام رجع البيت الكم سجل باسم أمهم وقام رجعوا لأبوكم وقام وزع الورثة باعتبار أبوكم يتوفى وانتم موجودين وهسه كل واحد شكرا الدواء حقه يبقى الحالة دي برا والده وأدى الحق كما أمر الله وأجرك عظيم عند الله. نعم إن شاء الله. معنا هاتف. ألو مرحب. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. الله أكرم. أنا المرحب. عندي سؤال للشيخ. نعم تفضلي. ألو. أيوة نعم تفضلي. عندي أختي الدورة الشهرية بتاعتها لما تقوم تجيها قبل مواعيدها بتقوم يعني خمسة يوم كده ما بتستمر طوالي يعني اللون بتاعها ما بيكون يعني في لون الدم يعني. أيوة. بتكون حاجة كده صفراء يعني. أيوة. يلا هي مزعجة شوية أصلا هي صايمة حاليا. كويس. وبعدها نعرف ان هي مثلا ممكن يعني الخمسه ايام قبل الدوره دي ممكن أيوة. تصوم ولا تفطر؟ سمح بعد الخمسه يوم دي تجي الدوره منتظمه بعد ذاك. ايوه بعد الخمسه يوم طوالي وتستمر تستمر كم يوم عادتها كم يوم؟ خمسه يوم. خمسه يوم يبقى اذا الحاجه شافتها. عندك سؤال ثاني؟ ما عندك. لا خلاص يبقى هنا البنت اللي قالت انه اختها قبل المواعيد الدوري بخمسه يوم بتطلع منها حاجات صفراء والوان وكده لكن الدم الاحمر الحقيقي بيجي بعد تمام الخمسه يوم ويستمر خمسه يوم ينقطع. يبقى نقول لها الخمسه يوم الاولانيه دي ما تعتبرها دم حيض دي حاجات افرازات مبهليه استعداد لنزول الدم لانه دم الحيض اشترط العلماء قالوا دم الحيض لابد ان يكون لونه واحد من ثلاثه يا أسود كد يا أحمر كد يا لا 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 لونه يعني خليط من دم من ده أي يبقى هالسعة ده إفرازات ساكن أي ما تعتبرها تعتبر من ما نزل دم الحيض يبقى تصوم لغاية ما هي الدورة الحقيقية الدم الحقيقي تفطر بعد ذاك وتترك الصلاة لغاية ما تطهر تغتسل تواصل الصيام تقضي الخمسة يوم الحقيقية بتاع دورتها. أما الخمسة يوم الأولين تصلي فيه وتصوم فيه تكون عادي. أي. نعم نحن نشكر الشيخ وسنعود لمشاهدينا الكرام عقب الفاصل ونواصل. من جديد نرحب بمشاهدينا الكرام في برنامج فتاوى وبصحبتنا الشيخ الجليل محمد أحمد حسن. نحن حقيقة قبل انقطع حديثنا في التيمم وعن كيفيته يا ريت لو وصلنا فيها ولمزيد من الفائدة. طبعاً. نعم. طيب زي ما قلنا التيمم طهارة ترابية بديلة عن الماء وعندها سببين السبب الأول عدم الماء السبب الثاني عدم القدرة على استعمال الماء. بعدين نضرب لنا مثال في بعض الناس مثلا يكون عنده جرح في أصبعه ماشي بالواطة ضربه مسمار ربط أصبعه ده خيته ليه أو لفه بشيء ويتيمم انت بتتيمم مالك يقول ما شايف أصبعي ده ضربني حجر وكب الدم ومشيت المستشفى نظفه وخيته لي طيب بس أصبعك بس أي لا في الحالة دي انت تتوضى وضو كامل لما تجي للأصبع ده تبلي ايدك تمسح فوق الأصبع الجرح
إذا خفت الموية تأثر في الجرح جيب لك شاش قتيبه الجرح حمسه فوق الشاش ده اسمه المسح على الجبيرة أي يعني الشاشة تعتبر جبيرة أيوة ذات زول مثلا إيده بعد أنك مكسورة ما جبسنا عليه الحتة دي فاضي يغسل الحتة الفاضي دي يبلد يمسح فوق الجبس وبالطريقة دي ده اسمه المسح على الجبيرة ما بيتيمم إلا في حالة أكتر أعضاء الوضو مجرحة حتين في الحالة دي يتعسر أنه يتيمم في الحالة دي كذلك برضو إذا كان الوش ذول عملوا العملية في عيونه والدكتور منعه من استعمال الموية لغاية ما يديك اللزن يبقى هنا ده الوش هو سيد الأعضاء يبقى يتيمم لغاية ما يدي اللزن نجي في حالة كمان تاني ذول حصل لسي جنابة بالليل وداري يقوم يصلي الصبح حاضر قال إخواننا الموية باردة شديدة جدا ما بتدينه رخصة يتيمم نقول لهم نديك رخصة يتيمم شيل الموية دي ويدفئها في المطبخ وتعال زيده من الماسورة وقفل شبابك الحمام ويستحمى ويتوضى وحصل صلاة الصبح في المسجد حاضر قال لي قال خلاص عمل كده يبقى ده المطلوب بعد شوي جانا راجع ما لقيت راجع قال شلت الموية مشيت ادفئها لقيت البطاقاس خلصان جد ما عندكم فحم قال ما عندنا فحم والمي تضرك متأكد الخايف إنه قال بتضرني قبل كده استحميت بمي ده 15 يوم أنا بقول خلاص ما في يعني خايف منه خلاص يبقى في الحالة دي عجزت عن تدفئة الماء تتيمم عشان تصلي الصبح حاضر بعد ذاك بعد الشمس تشير قام يجيب البوتاجاز تعال دف المي واغتسل والماء تعيد الصبح ده استعداد لصلاة الظهر نعم ناخذ التلفون نجي للكيفية ثاني ألو مرحب الو مرحبا يا حاجه مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام رمضان كريم الله اكرم نزل مولانا الشيخ عندنا ثلاثة أزل عايزين نسأله منا نعم تفضلي اول سؤال عايزين نسأل عن الحجاب الخمار عن حكم وعايز اسال لو المراه يعني مدت يدها لجيب راجلها من غير علمه يعني شالت لها مبلغ ما كلمته تسأل يعني من الحكم بتاعه شنو حرام ولا حلال وعايز اسال اخر سؤال الزواج سنه ولا فرض الزواج سنه ولا فرض وشكرا لكم الله يعطيكم العافيه شكرا جزيلا ايوه السؤال الاول اللي قالت الخمار طبعا الخمار اللي باختصار شديد جمهور العلماء قالوا المراه المسلمه دي لما تطلع من بيتها تلبس الفستان الطويل التخين الساتر الواسع الذي يستر كل جسمها ما عدا الوجه والكفين ده زي شرعي حسب رأي جمهور العلماء رأي تاني لبعض العلماء تلبس فستان طويل تخين ساتر واسع يستر كل جسمها بما فيه الوجه والكفين ده الأولاني صح والتاني صح نجي السؤال الثاني قالت لو أخذت مبلغ من المال من زوجها دون علمه أيوة إذا كان المبلغ ده مبلغ بسيط وحتصرفه على البيت على التوسع للولادات أو للبيت تجيب ملايات تجيب عدة ناقصة تجيب حاجات كده ما في مانع أما إذا كان شالت المبلغ ده عشان ترسل لأهلها ممنوع إلا بإذن الزوج أيوة قال هنا ده زي ما ذكرنا قبل كده إن زوجة أبي سفيان هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولديك بالمعروف خذي ما يكفيك وولديك بالمعروف يبقى إذا كان المبلغ ده حصرف لولاداته في البيت توسع للولادات ما في مانع أما إذا دارت تودي برا ممنوع حتى لو بديها ما يكفيها وبعد ذاك بيتجاوز لا هي طبعا هنا قال له خدي ما يكفيك إذا عندك فهي تعتشل لي شنو نعم معنا هلا من ربك مرحب السلام عليكم عليكم السلام السلام يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت يا شيخ دار اسأل من مساكية رمضان في الجرائد كل جريدة يكون خاطين يعني وقت مختلف للمساك وحتى في الغناء حسي أثناء البرنامج بيجيبوا الإمساك الساعة 5 والفجر 5 وتلي كويس فيعني ما أعرف يعني ما بيتفقوا عليها يعني سمع كويس طيب شكرا جزيلا كان عندها سؤال عن الزواج قالت فرض ولا سنة قالت الزواج سنة ولا فرض الزواج مرات يكون واجب للزول لو خاف الفتنة وكده لابد أن يتزوج
ده بالنسبة للرجل. طبعا الرجل بيتقدم للزواج. نعم. الزواج يكون واجب في حالة انه الشاب قوي وخاف انه يقع في الحرام يبقى وجب عليه يتزوج. احيانا يعني يكون سنة، طبعا سنة دي عامة بقى، لكن يكون واجب في حالة الخوف انه يقع في المعصية، لكن هو سنة، لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما جو ثلاثة شباب من الصحابة سألوا عن عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقام واحد فيهم قال انا اصلي ما بيتزوج، الثاني قال اصلي بصلي بالليل ما بنوم، الثاني قال بصوم بالنهار ما بفطر، الرسول عليه الصلاة والسلام قال اما والله اني لا اخشاكم لله واتقاكم لله، ولكني اصلي وارقد واصوم وافطر واتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى الزواج سنة. نرجع لسؤال بيتنا اللي هي المساكية. أي المساكية الآن في اختلاف عن المساكية. طبعاً هنا ده المساكية دي وضعها العلماء وين؟ سألوا الصحابة التابعين، سألوا الصحابة أنتوا بعد ما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما توقفوا لك اللي تدخل في الصلاة في المسافة قدر شنو؟ قالوا مقدار قراية 50 آية. هنا العلماء المعاصرين قدروا قراءة الخمسين أي بعشر دقائق، يعني قالوا أنت توقف الأكل قبل طلوع الفجر بعشر دقائق. عشان كده تجي الإمساكية وقال لك الإمساك الفجر. لكن الإمساكية ما شرط مغيّد، ممكن تتجاوزها بشيء بسيط، لكن ما تتجاوز طلوع الفجر. يعني مثلا الإمساكية مكتوب عليها الإمساكية الساعة 5 والفجر يطلع 5:30، ممكن انت الساعة 5 وقالت المساك 5، ممكن 5:05 تأكل، 5:10 تأكل، اي 5:13 دقيقة تأكل وربع تشرب بسرعة، لكن جات 5:19 دقيقة عاد بقى خلاص تجيب، 25 دقيقة لو أكلت نقول لك تقضي اليوم ده بعد العيد. اي يبقى هنا ده العبرة بطلوع الفجر انت تقيد، لكن المساكية دي ممكن فيها شوية دي يعني زي نظام الحركة، يقول لك ما تلصق عربيتك في العربية الورق، اعمل لك 5 أمتار احتياطي. أدي كمان العشر ذاك ده احتياطي. نعم. ناخد سهير عمر من العسيلات. مرحب. ألو. مرحب. طيب نحن نرجع لكيفية التيمم. أيوة. كيف الإنسان يتيمم؟ أيوة. التيمم طهارة ترابية وعلى الصعيد. والصعيد الرسول عليه الصلاة والسلام قال وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، يعني الأرض دي مثلا حفرنا النبير طلع تراب حمر تراب أسود تراب أيا كان، ما دام أصل بلاده نتيمم عليه، كسرنا حجر من الجبل نتيمم عليه، لكن حجر ضربنا به ما يتمم عليه، البلاط ما نتيمم عليه لأنه مصنوع من الأسمنت والأسمنت محروق فيه مواد كيماوية، الطوب الأحمر ما نتيمم عليه، نتيمم عليه الطوب الني، الحيطة المبنية بالجالوس نتيمم عليها، المبنية بالأسمنت نتيمم عليها، والأفضل الرملة النظيفة دي أو الحجر أصل بلاده. وطريقة التيمم طريقتين، أول حاجة ذولي تعكد بسم الله الرحمن الرحيم، أخذت اليدين كده في التراب بقلبه يقول بسم الله الرحمن الرحيم نويت استباحة الصلاة أو نويت فرض التيمم، يرفع اليدين يضربين كده يقلبين كده يدين نفخة كده، يختم في بداية الوش من منبت الشعر ويقتن مساحة الوش كلها بدون ترجيع. بعدك يمسح اليد الشمال باليد كده طوالي معلنا ويمشي يصلي ضربة واحدة مسحناها بالوش والكفين. طريقة تانية ده طريقة صحيحة 100% مش صلي. الثانية برضو خدتين اليدين إذا في الصعيد سمعنا وهيطن أرفعين نضربين كده نفخن كده خدتين في التلوزين مرة فاتة قدتين وسحت الوش كله من الأضاء لغاية الأضاء تاني جل خدتين في الواطة تاني أرفعين نضربين كده نفخن خدتي دي نمشي 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 لغاية كده نمشي كده لغاية كده طبعا القمايد ده لازم أزحه لغاية كده خلاص تصلي ضربتين ضربة للوش وضربة لليدين لغاية المرفقية. والطريقة اللي بلين ضربة واحدة مسحناها من الوش والكفين ودي صح وديك صح. نعم. ناخذ ياسر من السعودية. مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. يا أخي لو سمحت أبغى أسأل الشيخ. نعم. أن القطرة بالنهاية في رمضان. ليش؟ القطرة. 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 كويس. بيسأل أخونا القطرة زول الدكتور عن اللي قطرة في إضانه وفي عينه في أضانه هنا القطرة دي
إذا كان الزول لما يخدها بيحسبها في حلقه يسويها بالليل ما بيحسبها ممكن يسويها والأحوط بالليل. لو الدكتور دائما بيقرر القطر يقول له مرتين أو ثلاثة مرات في اليوم ممكن ساعة عشرة بالمويه يخدها، تاني بالليل ساعة 12 ساعة العشي يخدها، تاني قبل أول ما السحر يخدها يبقى تمن ثلاثة مرات. يعني أفضل يأخذها بالليل أحسن. لكن لو اتأكد بالنهار جربها اصلا ما حس في حلقه يواصل سواء بالنهار. نعم نعم. طيب نحن شيخنا في سؤال برضو عن الاذان وفضله وهل يجوز انه ذول ياذن قبل يعني بدون وضوء؟ ايوه الاذان سنه وفضله عظيم. جاء عن معاويه بن ابي سفيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه. وهنا العلماء شراح الحديث قالوا معنا أطول الناس أعناقا، قالوا العرب دايما تعبر بالمكان المرموقة بطول العنق، هاي يقول لك فلان عنقه طويل، هاي عنقه طويل معناته مكانته مرموقة عند الله. يبقى المؤذنين مكانتهم يوم القيامة مرموقة عالية لأنه بينهم الناس بكلمة التوحيد للصلاة. وكلمة الأذان مشتملة على كل أركان التوحيد، كلمات عظيمة. وفي الحديث الصحيح الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. يعني الناس كان بيعرفوا فضل الأذان والصف الأول كان يصابوا كلهم نزحوا على الأذان اللي بيحلهم الإشكال ده يضربوا القرعة بقى عليه القرعة يأذن. ده بيان لفضل الأذان. السؤال بتاع قلتوا هل يجوز الأذان بدون وضوء؟ نعم، ما بيشترط في المؤذن إن يكون متوضي أي لكن مستحب. نعم. يعني زول المؤذن جاء ولقى المواعيد جات قالك مشيت توضيت حد أخر من الأذان يا أذن بعدك مشي توضي. نعم نعم. معنا أحمد علي من ودكوكو. مرحبا يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل علينا رمضان عدة وأزمن وتعافي بقى ونحن وياكم مرفوش يسوى الصحة والإيمان. آمين آمين. تفضل يا يلا بقدر الشيخ بقول لك احنا طلاب علم نسمع بالاعزاب والشراء المختلفه وكل حسد بما لديه فرسون. الرجاء منك ان تبين لنا صفات وسمات الفرقه الناجيه حتى نضمن السعاده في الدنيا والاخره. ايوه الفرقه الناجيه. اي ما في الحديث الرسول عليه الصلاه والسلام قال افترقت بني اسرائيل بني اسرائيل افترقت على 72 وامتي ستفترق على 73. ما هي الناجية؟ قال ما عليها أنا وأمتي وأنا وأصحابي. يعني الأمة في آخر الزمان حتتفرق لأحزاب وطرق وطوائف وإلى آخره. الماشين تمام على الطريق المستقيم هم الماشين على طريقة الصحابة والتابعين. والصحابة والتابعين كان ماشين بيشنو على كتاب الله وسنة رسوله، هاي ماشين عليه تمام يهود حبل النجاة الكتاب والسنة واحترام العلماء الكبار أهل الحل والعقد. كمان في بعض الناس ولكن مبشي الكتاب والسنة لكن ما بيحترم العلماء، يجتهد بطريقته يفسر القرآن بهوى نفسه يفسر الحديث. لا، هنا ده الذل. وربنا تبارك وتعالى قال ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. النجاة كل النجاة في الكتاب والسنة واتباع العلماء الأهل الحل والعقد من الصحابة والتابعين. وربنا تبارك وتعالى قرن شهادة العلماء بشهادته، قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الإمام الشافعي قال لو كان في ناس أفضل من العلماء كان ربنا قرن شهادته بشهادته. يبقى نحترم العلماء ونتمسك بكتاب الله وسنة الرسول دي الفرقة الناجية. لكن ما في فرقة محددة معينة؟ لا، ما يهود محددة. أما التانين دي لكن وبعدين عندنا في الفرقة اللي هي مخرجوها العلماء عن الملة كثير، يمكن أكثر من 100 فرقة. وفي كتاب اسمه الفرق بين الفرق بين الفرق، هذا برضو فيه يوريك الفرق الكفرة والمسلمين خرجوا عن الملة. نعم. لكن نحن نمسك بكتاب الله وسنة رسوله ونسير في طريق العلماء المعتمدين اللي هم أهل الحل والعقد، علماء التفسير، علماء الفقه، علماء الحديث. نعم. معانا من كوستي كوثر قسم السيد. مرحبا يا كوثر. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا
السلام ولا. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم. الله أكرم. نعم تفضلي. بسأل كنت صايمة كويسة عن لي حكاية عبد المطهر يوم. سامح. وتعالي العدة ما قدرت كان لي فاضل ثلاثة يوم. وأنت عمرك كم سنة؟ 22 متزوجة. متزوجة أنت لكن تعبك شنو؟ عندك مرض ولا شيء؟ بس تعالي قلت لي كذا بحسابات كويس وبرضه الصلاة ما بتسأل منك. ما قاعد تهتمي بالصلاة كمان؟ بس إلا العشاء بصلي كل الأوقات. عدك الله. كسل يعني ولا تعب؟ كسل واضح. والله بس تعب بس يجي شوية بكون تعبان. مشيت الدكتور؟ مشيت الدكتور كان عندي حالة عصبوط وكذا. ما هي نصيحي. أول حاجة أنت سمعني جاوب على السؤال بالتنا ده. عندك سؤال ثاني ما عندي. بالتنا دي نقدر نقول حسب كلامه وتحقيقاتنا معاها أن عندها شيء من الكسل. تعبت بسيط تقوم تجرس وتقوم تفطر. لا ما في أي زول صايم رمضان بيعطش ويقعد يجوع، لكن اللي بيخلي الزول يفطر شنو؟ الزول جاع جوع شديد وعطش عطش شديد، لسانه ده يتفرمل وقدر ده قال الروب جد أنا ما بقدر أواصل، يبقى ده يرخص يفطر. لكن مجرد عطش مجرد جاعد تقوم تأخذ السبب تفطر، لا ده كلام غلط. وبعدك أكتر حاجة خلينا بتندين عندها الكسل شنو؟ قالت بتنوم بالعشاء، تصلي عشاء مع الصبح، ده كلام غلط. بتنعاد ألحق نفسك توبي واستغفري، وانت متزوجة ما إن شاء الله ومستغر عندك وليدات، يبقى صلي حفظ على صلاتك يعني تمام في أوقاتها يعني تجدد نشاطك وتجدد نشاطك، ما تفطري إلا بعد ما تقول الروب. تعطش عطش لسانك ده فرمل ما قدر يتحرك من العطش خلاص حتى بعدك تفضل. نعم نعم غلط برضو بتنوم بالعشاء زي ما قلت انت. أي ما نصحنا. نعم. لا لا يصلي في أوقاته مهمة. نعم. نعم. طيب معنا نايلة محمد. مرحب. ألو. مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم. الله أكرم. والله بس على الشيخ ثلاثة عشر سنة. نعم. أول حاجة سؤال الأول. أنا عيان شديد يعني طوال، بس من الدكتور للمستشفى يعني طوال شبع أمسان فات إنه بيت خمطة. نعم عياكي عياكي شنو مثلا؟ والله بس حمى ووجعت المفاصل وهناك. أيوة. يعني في النهاية اتضحت إنها حساسية من الشمس. أيوة. لحد ما مشيت الظاهر وكذا في النهاية قالوا لي حساسية من الشمس. سمع أسمع مع الصيام بتعبك شديد والله. أي بقول يا قولك الروح. خلاص. هاي أول السنة دي. أي. كنت يوم واحد. قلت الروح. طوال أصبحت على المستشفى. لا خلاص. كويس. يعني بسأل. سمع. ده السؤال الأول. نعم. ده السؤال الأول. شو السؤال الثاني؟ السؤال الثاني في اثنين محارج أقلاتني محارباتني. أيوة. والأولى ودوني ليها في بيتي. أي. وأخوي وداري لها وصالحتني. سامح. لما انطلحت منها رسلت لي قالت ما لو نزيتني تاني تلومي نفسي. لا حول ولا قوة. وقمت تاني حاولت مرتين برضو. برضو رفضت. تدفرني. سامح. خلاص. والثانية برضو كمان يوم العيد دفرتني أبدنا صالحني. سامح. خلاص. ما في أي حاجة حاجة هاي يعني. طيب نشوف السؤال الثاني به. بس يعني هل لاحظين اني انا حاجه ما خلاص هاي ما بنجاوب على سؤالك. شوف عندك سؤال ثاني. السؤال الثالث يعني اخوي عندنا اخوي اللي مكتب برضه ما قاعد يقدر يصوم، اول ما يصوم يجي وتايفون. بس هل يعمل شنو؟ ما قاعد شنو قال؟ قالت اول ما يصوم بيجي وتايفون. شكرا لك. كويس. سلام. الله يبارك. شكرا جزيلا. السؤال الاول قالت شنو؟ هي قالت طوالي مريضه. هاي طوالي مريضه وقالت قلنا لها جربت وصمت، قالت جربت وصمت وعطشت عطشه شديده جدا وتعبت تعب شديد لغايه ما قالت الروب. يبقى نقول لاختنا دي خلاص انت اصبحت من اصباح الاعذار المزمنه. ما دام كده يبقى طلع الفديه واليوم الصيام الفطر تيه ده. واذا للمستقبل ربنا شفاك وبقيت تمام السنه الجايه صوم، لكن هسه طلع الفديه وكذا. ده بالنسبه للسؤال الاول. الثاني قالت في واحده محارباها ومشت لها كم مره. اي يبقى دي شوف محارباها ومشت لها وصالحتها. اول ما طلعت منها رسلت لها قالت لها وعيك تجيني ثاني. نعم. هاي شوف دي عاد الكلام اللي عويه. هي عليها حاجه؟ هي ما عندك ذنب خالص، انت مشيتي مرتين ومشيتي ثلاثه وصالحتيها وصالحتك ونقضت المصالح. هسه خليها، بس بعدين شنو؟ لو حصل لها حاجه كبيره امشي مع الناس.
الحي الكبيرة أمها ماتت، بنتها ماتت، أمشي من ضمن الناس عزية. حصل لها عرست لبنتها لولدها من ضمن الناس أمشي بارك. زول منهم مرض أمشي من ضمن الناس حمد السلام. لكن التاني ديك ما عندك زني. لكن هي عاد بقت تستعيد لنار جهنم. عندها أخوها قال لما يصوم طوالي بيعيا يعني بيجيوا مرة كنت داري أن نجيه دي اللوة. نعم ها خلاص إذا كان الزمن ضايع أنا أقول لي أختنا اللي أختها جات وصالحتها وبعدك رسلت لها قالت لها ما تجيني تاني وجات ثلاث مرات اعتذرت لها ورفضت تصالحها. نقول لها عادي أنت الرسول الصادق المصدوق، الكلام ده ما مني، كلام الصادق المصدوق عن محمد بن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم، رواه البخاري ومسلم. حتمشي وين الزول اللي ما دخل الجنة؟ نار جهنم. ونار جهنم حرارتها قدر نار الدنيا 70 مرة. والزول اللي بيقطع الأرحام ويرفض الصلح ده معناته متكبر، بيعاند في منه، بيعاند في ربه، ما ربنا أمرنا بصلة الرحم تقول ما بواصل الأرحام. يبقى بتعاكس في منه، بتعاكس في ربه. عاد بيعاكس ربنا حيمشي وين؟ هاي الكبرياء والعظم لله. البينازع ربنا في الكبرياء هو يقسم، والكبرياء اللي هو رد الحق. ولما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال الرجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن وأن عليه حسن، قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق معناته رفض قبول الحق. دي قال ربنا أمرنا بصلة الرحم يتقول لنا ما مواصل الأرحام. نعم نعم. يبقى رفضت الحق يهود الكبرياء، والكبرياء والعظم لله. نعم نحن بنشكرك وسنجيب إن شاء الله على ما تبقى من أسئلة في الحلقة القادمة. شكرا للشيخ محمد أحمد حسن، الشكر لكل الزملاء الذين قاموا بتنفيذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة. غدا يجمعنا لقاء جديد إن شاء الله. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.